بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الشوط الثاني من المباراة بين نادي الزمالك ونادي الإعلاميين. يبقى على يمينك نادي الزمالك بزي الكحلي، وعلى شمالك نادي الإعلاميين بزي الأبيض وشورت كحلي. وكانت نتيجة الشوط الأولاني 2 لصالح نادي الزمالك، 1 لصالح نادي الإعلاميين. الثالث من نادي الزمالك اللي جابوا رقم كام؟ هو ده نفسه رقم اثنين احمد هيكل. الجون الثاني لاحمد هيكل. رقم اثنين هو الاسمر اهو. والله بيتسو هيكل رقم اثنين. تغيير نزل 17 19 العظيم عليك. ما تتكلمش ولا شرفه. تغيير يلا تغيير شرفه. شرفه هات يا ايمن. خلاص ما تتكلمش. عايز ايه؟ تعالى هات. ما تتكلمش. نازل 17 19 وخارج ما فيش حاجه يعني غلط. قال له الله عليك ايه اللي حصل يعني؟ لا 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 استنى استنى خليك.
يلا فادي نادي يا نادي يلا فادي يلا محمد عمر فادي فادي هاي لحد الخارج 10 ايوه كده هاي لهادي برافو فادي هات فادي هاول أربعة نادي الزمالك واحد نادي الإعلاميين مين اللي جاب الجون الرابع؟ حاتم حاتم انتهت المباراة بفوز نادي الزمالك 4 ونادي الإعلاميين مبروك لنادي الزمالك وهارد لك لنادي الإعلاميين.